الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. إن شاء الله راح يكون لقائنا كل يوم سبت الساعة 8:15 مساء. راح نكون 8 لقاءات لتغطية هذا المقرر. لقاءنا اليوم إن شاء الله هو اللقاء الأول لهذا المقرر للسلوك التنظيمي. راح نتحدث في هذا اللقاء عن أهداف المقرر. طبعا في البداية راح نأخذ مقدمة عن المقرر بشكل عام، ومن ثم راح نبدأ في محتويات مقرر السلوك التنظيمي اللي هي الفصول أو الوحدات التي يتضمنها مقرر السلوك التنظيمي. قبل ما نبدأ في سرد محتويات المقرر، خلينا نتعرف شو هي أهداف المقرر أو الهدف من هذا المقرر. أول شيء تعريف الطالب بعلم السلوك التنظيمي النظري والتطبيقي ومفهومها وأهميتها. كذلك تعريف الطالب بمسببات السلوك، تعريف الطالب بالتنبؤ بالسلوك في حالة التعرف على هذه المسببات. من أهداف المقرر تعريف الطالب بالتوجه والسيطرة والتحكم في السلوك من خلال التأثير في المسببات أو معرفة التأثير في المسببات. 5 من أهداف المقرر تعريف الطالب بالطرق التي يتصرف بها الأفراد والجماعات والمنظمات. من أهداف المقرر رقم 6 التعريف بالأسلوب التي يستخدمها المدراء في التعامل مع المشكلات المتعلقة بالأفراد والجماعات داخل المنظمة. رقم 7 من أهداف المقرر تعريف الطالب بالأبعاد التنظيمية مثل المناخ التنظيمي والثقة التنظيمية والتغيير والتطور التنظيمي. آخر شيء من أهداف المقرر تعريف الطالب بالجوانب الحديثة من السلوك التنظيمي ومستقبلها. إذن هذه 8 أهداف خاصة في مقرر السلوك التنظيمي اللي هم 8 اللي أنا ذكرتهم. طيب هذه كأهداف للمقرر. هنتحدث عن مقدمة عن مقرر السلوك التنظيمي. انتوا تعرفوا اهتمت كثير من مدارس الإدارة بالسلوك التنظيمي او بدراسة عفوا السلوك او العنصر البشري في كافة المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، لأنه هو أهم عنصر من عناصر العملية الإنتاجية العنصر البشري. والعنصر البشري بصراحة هو يعتبر العمود الأساسي أو الركيزة الأساسية التي يمكن من خلاله أن تحقق المنظمة الأرباح
أو يمكن العكس تماما، يمكن أن تخسر أو يمكن أن يسبب لها الخسارة أو يتسبب لها خسارة كبيرة بسبب عدم الاهتمام في الموارد البشرية. كما أنه من المتعارف عليه لا يمكن لأي مؤسسة أن تحقق أهدافها الإنتاجية سواء كانت خدماتية أو سلعية بدون القوة البشرية. مش أي قوة بشرية طبعا، القوة البشرية ذات الكفاءة العالية والقادرة طبعا على تحقيق أو تقديم أداء وعطاء عالي. كما يمكن القول أن العنصر البشري هو العنصر الذي يمتلك كافة القدرات أو يمتلك قدرات عالية من العطاء المتجدد. ويختزن طاقات كبيرة تستطيع المؤسسة طبعا أو المنظمة أن تستغلها إذا أحسنت معاملة هؤلاء العاملين. لذا فإن هذا الموضوع اللي هو موضوعنا الخاص في السلوك التنظيمي يركز على الأداء في محيط العمل، هو الذي يمكن من خلاله المنظمة أن تحقق أرباحها أو أهدافها المستقبلية. إذا راح نتعرف على كل هذه الجوانب اللي احنا ذكرناها سابقا. والتي يمكن من خلالها المنظمة أن تصل إلى أهدافها وطموحاتها. إذا في هذا المقرر رح نتعرف على السلوك التنظيمي ورح نبين كل الطرق أو كل الأساليب أو كل الوسائل التي تستطيع من خلالها المنظمة أن تضبط أو تتوقع هذا السلوك بحيث تستطيع أن تصل إلى أهدافها. فمضامين أو محتويات مقرر السلوك التنظيمي اللي احنا رح نتناولها إن شاء الله خلال 8 لقاءات. في الوحدة الأولى مقسم طبعا محتويات المقرر مقسمة على 4 وحدات. الوحدة الأولى مدخل للسلوك التنظيمي، الوحدة الثانية عناصر السلوك الفردي داخل المنظمة، في الوحدة الثالثة سنتحدث عن عناصر السلوك الجماعي داخل المنظمة، والوحدة الرابعة اللي هي نواتج السلوك. أعيد وأكرر مرة أخرى، محتويات مقرر السلوك التنظيمي راح نقسمها على 4 وحدات واللي احنا راح نغطيها خلال 8 لقاءات إن شاء الله. في الوحدة الأولى زي ما قلنا مدخل السلوك التنظيمي، الوحدة الثانية عناصر السلوك الفردي داخل المنظمة، الوحدة الثالثة عناصر السلوك الجماعي داخل المنظمة، والوحدة الرابعة نواتج السلوك. في الوحدة الأولى رح ناخذ اللي هي مدخل للسلوك التنظيمي، رح نتحدث عن مفهوم السلوك التنظيمي وأهمية دراسة السلوك التنظيمي. في الوحدة الثانية اللي احنا رح نتناول فيها عناصر السلوك الفردي داخل المنظمة، رح نتحدث فيها عن الإدراك، مفهوم الإدراك، أهمية الإدراك في السلوك الإنساني، خصائص الإدراك، مراحل العملية الإدراكية، العوامل المؤثرة في الإدراك، معوقات الإدراك،
أثر الإدراك على السلوك التنظيمي. العنصر الثاني من عناصر السلوك الفردي اللي احنا رح نتناولها اللي هو التعلم. رح نتحدث عن مفهوم التعلم، مبادئ التعلم، شروط عملية التعلم، عناصر التعلم، أهداف عملية التعلم، العوامل المؤثرة في التعلم، مراحل عملية التعلم، أثر التعلم على السلوك التنظيمي. من عناصر السلوك الفردي كذلك رقم ثلاثة الدافعية. رح نتحدث عن الفرق بين مفهوم الدافع والحافز، مفهوم الدافعية، أنواع الحاجات، عملية الحفز، أنواع الحوافز، متطلبات نظام الحوافز الفعال، حفز المديرين. العنصر الرابع من عناصر السلوك الفردي اللي هو الشخصية. هنتحدث عن مفهوم الشخصية، طبيعة الشخصية، الصفات العامة للشخصية، القوى الشخصية المؤثرة على الفرد، أبعاد الشخصية، محددات الشخصية، خصائص الشخصية، مكونات الشخصية. العنصر الخامس من عناصر السلوك الفردي اللي هي الاتجاهات. رح نتحدث عن مفهوم الاتجاهات، خصائص الاتجاهات، تكوين الاتجاهات، أنواع الاتجاهات، وظائف الاتجاهات، تغيير الاتجاهات، ومعوقات الاتجاهات. رقم ستة من عناصر السلوك الفردي اللي هو القيم. راح نتحدث إن شاء الله عن مفهوم القيم، خصائص القيم، أهمية القيم، تكوين القيم، مصادر القيم، تغيير القيم، القيم وأخلاقيات العمل. هذا كل شيء بالنسبة للوحدة الثانية، ايش المواضيع اللي احنا راح نتناولهم. معلش خليني اذكرهم كعناوين بشكل سريع. قلنا في الوحدة الاولى اللي هو راح اتحدث عن مدخل السلوك التنظيمي، مفهوم السلوك التنظيمي واهمية دراسة السلوك التنظيمي. في الوحدة الثانية راح ناخذ عناصر السلوك الفردي اللي هي الادراك والتعلم رقم 2، 3 الدافعية، 4 الشخصية، 5 الاتجاهات، 6 القيم. هذا فيما يتعلق في الوحدة الثانية. في الوحدة الثالثة راح أتحدث عن عناصر السلوك الجماعي إن شاء الله. جماعات العمل من عناصر السلوك الجماعي، جماعات العمل، مفهوم الجماعة، خصائص الجماعة، أنواع الجماعات، أسباب تكوين الجماعات غير الرسمية، مدى أهمية تكوين جماعات غير الرسمية، دوافع الجماعات والعوامل المؤثرة في خضوع الفرد لمعايير الجماعة غير الرسمية. ثانيا من عناصر السلوك الجماعي اللي هي القيادة. راح نتحدث عن مفهوم القيادة، مصادر قوة القيادة، أساليب القيادة، ومعوقات القيادة. ثالثا من عناصر السلوك الجماعي الصراع التنظيمي. راح نتحدث عن مفهوم الصراع التنظيمي، أسباب الصراع، خصائص الصراع، مستويات الصراع، مراحل الصراع، أنواع الصراع، آثار الصراع التنظيمي، إدارة الصراع التنظيمي، أساليب إدارة الصراع التنظيمي. هذه كلها
خاصة في الصراع التنظيمي، وهي ضمن عناصر السلوك الجماعي. رابعا من عناصر السلوك الجماعي اتخاذ القرارات. مفهوم اتخاذ القرارات إن شاء الله نتحدث عنها، وأنواع القرارات وتصنيفاتها، وظروف اتخاذ القرار، خطوات اتخاذ القرارات، المؤثرات السلوكية في عملية اتخاذ القرارات، الأسلوب الجماعي في اتخاذ القرارات. هذه كلها خاصة في مفهوم اتخاذ القرار، وهي عنصر من عناصر السلوك الجماعي. هذا كل شيء بالنسبة للوحدة الثالثة. نرجع نتحدث نذكرهم بشكل سريع. قلنا في الوحدة الثالثة اللي راح نتحدث فيها عن عناصر السلوك الجماعي، راح نتحدث عن جماعات العمل والقيادة والصراع التنظيمي واتخاذ القرارات. في الوحدة الرابعة وهي آخر جزئية في المقرر اللي راح نتحدث فيها عن نواتج السلوك، أولا راح نأخذ قياس وتقييم الأداء والإنتاجية، طبعا ضمن قياس وتقييم الأداء والإنتاجية راح نتحدث عن مفهوم القياس والتقييم، أهداف وأهمية القياس والتقييم، معايير القياس والتقييم، الجهة المسؤولة عن عملية القياس والتقييم، خطوات برنامج القياس وتقييم الأداء، طرق القياس والتقييم للأداء، ورح نتحدث كذلك عن أسباب فشل برنامج القياس والتقييم للأداء. من نواتج السلوك ثانيا الرضا الوظيفي. رح نتحدث تحت مفهوم الرضا الوظيفي، رح نتحدث عن مكونات الرضا الوظيفي، البرامج الداعمة لما يسمى بالرضا الوظيفي، قياس الرضا الوظيفي، الآثار الناتجة للرضا الوظيفي. هذه كلها من ضمن الرضا الوظيفي ثانيا. ثالثا من نواتج السلوك ضغوط العمل. راح نتحدث عن مفهوم ضغوط العمل، عناصر ضغوط العمل، مصادر ضغوط العمل، آثار ضغوط العمل، استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل، ضغوط العمل والأداء، أهمية دراسة ضغوط العمل. هذه كلها الموضوعات اللي راح نتناولها ضمن مفهوم ضغوط العمل. رابعا الإحباط، وهو من ضمن عناصر أو من ضمن خلينا نقول نواتج السلوك. من ضمن نواتج السلوك اللي هو الإحباط رقم 4. راح نتحدث فيه عن مفهوم الإحباط، مصادر الإحباط، السلوك المحفز والسلوك المحبط، كذلك راح نتحدث عن نتائج الإحباط وطرق معالجة الإحباط. من نواتج السلوك رقم 5 التغيير والتطوير التنظيمي. راح نتحدث في هذه الجزئية عن مفهوم التغيير والتطوير التنظيمي. راح نتناول خصائص إدارة التغيير والتطوير التنظيمي،
أسباب التغيير والتطوير التنظيمي، أهداف التغيير والتطوير التنظيمي. سنتحدث عن خطوات التغيير والتطوير التنظيمي، استراتيجيات التغيير والتطوير التنظيمي. سنتحدث كذلك عن الأسباب الشائعة في مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي. هنالك في كثير من الأسباب التي تدعو لمقاومة التغيير والتطوير التنظيمي طبعا. مزايا، فيها مزايا عملية مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي، راح نتعرف عليها إن شاء الله. راح نتعرف على استراتيجيات التعامل مع مقاومة التغيير والتنظيم، يعني المنظمات إيش هي الاستراتيجيات اللي بتستخدمها للتعامل في مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي. آخر شيء في موضوع التغيير والتطور التنظيمي، عوامل نجاح برنامج التغيير والتطوير التنظيمي. راح نتناول إيش هي العوامل هذه اللي تتعلق في نجاح برنامج التغيير والتطوير التنظيمي. من نواتج السلوك الإبداع التنظيمي، رقم 6 الإبداع التنظيمي. راح نتحدث عن مفهوم الإبداع وحاجة المنظمات إلى الإبداع التنظيمي. راح نتحدث عن مصادر ومجالات الإبداع. راح نتحدث عن مستويات الإبداع والبيئة التنظيمية للمنظمات، والمنظمات أو المنظمات المبدعة خلينا نسميها. مبادئ الإبداع، مراحل العملية الإبداعية، استراتيجيات الإبداع التنظيمي، ومعوقات الإبداع التنظيمي. 7 وهي آخر جزئية من نواتج السلوك وآخر شيء طبعا في المقرر راح نتناولها، اللي هو المناخ التنظيمي. راح نتحدث عن مفهوم المناخ التنظيمي وأبعاد المناخ التنظيمي والعوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي، عناصر المناخ التنظيمي، وشروط التنظيم الفعالة، أو خلينا نسميها شروط المناخ التنظيمي الفعالة. هذا أو هذه المواضيع اللي إحنا إن شاء الله راح نغطيها في مقرر السلوك التنظيمي. فاليوم راح نتحدث عن، أو في الوحدة الأولى راح نتحدث عن مدخل السلوك التنظيمي، مفهوم السلوك التنظيمي، وأهمية دراسة السلوك التنظيمي. مفهوم السلوك التنظيمي، هناك طبعا كثير من التعاريف التي تحدثت عن السلوك التنظيمي، وكثير من العلماء الذين تحدثوا في هذا الجانب. من هذه الدراسات، او من هذه من من ما تحدث به مجموعه من العلماء، قالوا عن السلوك التنظيمي هو عبارة عن دراسة السلوك والاتجاهات أو أداء العاملين واتجاهاتهم في وضع تنظيمي معين، ودراسة أثر المنظمة والجماعة على إدراك ومشاعر وتصرفات العاملين، أو ممكن نقول وتأثيرات البيئة على المنظمة ومواردها البشرية وأهدافها، وكذلك تأثيرات العاملين على المنظمة وفعاليتها. طبعا هذا الموضوع هو الذي يهتم مباشرة بفهم السلوك الإنساني في التنظيم والتنبؤ به وتوجيهه.
دراسة السلوك واتجاهات العاملين في وضع تنظيمي معين، ودراسة أثر المنظمة والجماعة على إدراك ومشاعر وتصرفات هؤلاء العاملين. هذا ينصب في معرفة أو التنبؤ في سلوك هؤلاء، أو ممكن نقول عن السلوك التنظيمي مجموعة من التصرفات والأفعال التي يقوم بها الفرد في موقع عمله، أو هو الطريقة التي يتصرف بها الفرد في التنظيم الذي يعمل به. هذا كله نستخلص منه كسلوك تنظيمي أن سلوك الأفراد والجماعات واتجاهاتهم داخل المنظمة، العلاقة بين البيئة والمنظمة، أو بين العلاقة بين البيئة والتنظيم، مدى تأثير العاملين على أهداف المنظمة، أهمية العلوم السلوكية. من أهمية دراسة السلوك التنظيمي وجود علاقة بين البيئة والعمل وسلوك العاملين. قد ينتج صراع نتيجة تفاعل بين مستويات التنظيم، الانحراف أو الانحرافات في سلوك الموظفين قد تمنع التنظيم من تحقيق أهدافه. يتأثر الفرد بحالته النفسية والتي تؤثر بدورها على أدائه. معرفة أسباب السلوك والتحكم فيها يساعد على عملية التنبؤ بالسلوك. معرفة كيفية تنمية وتحسين سلوك الأفراد، اللي هي بتحديد طبعا من خلال الفروقات الفردية والإمكانيات والإنتاجية. هناك علاقة بين الاتجاهات الفرد وسلوكه، تعزيز السلوك الإيجابي بمكافأة حتى يستمر. طبعا لابد أن نكافئه، لابد أن نتعرف على العلاقة بين اتجاهات الفرد وسلوكه، لابد أن نعرف أي انحراف أو أي تغيير في سلوك هؤلاء العاملين، لأنه هذا الانحرافات أكيد في النهاية رح يمنع المنظمة أو يمنع التنظيم اللي هو تنظيم المنظمة أن تصل بالنهاية إلى تحقيق أهدافها. الفرد دائما يتأثر بحالته النفسية، وتأثر بحالته النفسية رح ينعكس على أدائه. إذن لهذا السبب لابد من دراسة السلوك التنظيمي. إذن هذه من أهمية دراسة السلوك التنظيمي. طيب، إذن عرفنا السلوك التنظيمي وعرفنا أهمية دراسة السلوك التنظيمي. هذا كله فيما يخص الجزئية الأولى من المقرر. الجزئية الثانية أو الوحدة الثانية اللي هي عناصر السلوك الفردي داخل المنظمة. من عناصر السلوك الفردي قلنا إيش؟ الإدراك والتعلم والدافعية والشخصية والاتجاهات والقيم. اليوم رح نتناول أول عنصرين من عناصر السلوك الفردي داخل المنظمة اللي هما الإدراك والتعلم. رح نتناول مفهوم الإدراك، أهمية الإدراك، خصائص الإدراك، مراحل العملية الإدراكية، العوامل المؤثرة في الإدراك، معوقات الإدراك، وأثر الإدراك على السلوك إيش؟ التنظيمي. مفهوم الإدراك ورد الكثير من التعريفات التي تحدثت عن إدراك، ويمكن نقول عنها هو تلك العملية التي يقوم بها الأفراد والتي من خلالها يتم اختيار المؤثرات وتنظيمها وتفسيرها بما يحمل معنى أو صورة أو تعطي تصور لما يدور حوله. أو ممكن نقول عن العملية التي يمكن من خلالها ينظم ويترجم الأشخاص انطباعاتهم الحسية من أجل أن تعطى معنى معين. ممكن نقول عنه أنه استقبال المثيرات بواسطة الحواس، أو خلينا نقول الحواس الخمس، وتفسيرها وتنظيمها. أهمية الإدراك، يعتبر الإدراك طبعا هو جوهر وأساس كل نشاط ذهني. ولا تقتصر عملية الإدراك على الخبرة والعوامل الشخصية والنفسية.
بل يعتبر إدراكه مؤثر في حياة الفرد وسلوكه منذ بدايته إلى كل مرحلة يمر فيها من مراحل العمر، فيؤثر في إيش؟ فيؤثر في عملية الإدراك. من خصائص الإدراك اللي هو الاختيار والمرونة والتكامل والثبات. أعيد كمان مرة، من خصائص الإدراك اللي هي الاختيار، المرونة، التكامل والثبات. الاختيار وهو أن يقوم الفرد باختيار المنبه دون غيره من هذه المنبهات التي تعمل على إشباع حاجته ورغبته من وجهة نظره. المرونة وهي أن يقوم الفرد بعملية تفسير المنبه الذي تعرض له بطرق مختلفة بسبب اختلاف الدوافع والحاجات والرغبات لديه. التكامل هو أن الأفراد يدركون المواقف بصورة متكاملة. من خصائص الإدراك كذلك هو الثبات، هو أن الإدراك لا يتغير بتغيير موقع معين أو منبه خارجي أو بحركة معينة، بل هنالك فيه ثبات في عملية الإدراك. هذه كلها قلنا من خصائص إيش؟ الإدراك. مراحل العملية الإدراكية، مراحل التي تمر بها العملية الإدراكية: مرحلة الانتباه اللي في البعض يسميها لفت النظر، تحويل وترجمة المثيرات إلى رسائل، المرحلة الثانية من العملية الإدراكية. المرحلة الثالثة اللي هي تحديد السلوك أو الاستجابة المناسبة بناء على إيش؟ بناء على ما تم إدراكه. أعيد كمان مرة، المراحل العملية الإدراكية قلنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الانتباه للشيء أو للمنبه أو للمثير. المرحلة الثانية اللي هي تحويل ما تم الانتباه إليه اللي هي نسميها التفسيرات. المرحلة الأولى يتم في المرحلة الثانية التفسيرات لها، في المرحلة الثالثة تبدأ عملية بناء أو تحقيق الاستجابة. العوامل المؤثرة في الإدراك: السمات أو صفات الفرد أو خصائص، هذا شيء أكيد كل منا عنده مجموعة من الصفات أو السمات أو خصائص، وهذه الصفات أو الخصائص تبنى على خلينا نقول اللي هي الاتجاهات والثقافة والعادات والقيم والأعراف والحسب والنسب إلى آخره. رقم 2 من العوامل التي تؤثر في الإدراك اللي هو المنبه. كلما كان المنبه قوي كلما كان له إيش؟ أكثر قدرة على الإدراك. الموقف، والأفراد يعيشون في ظروف معينة، درجة الإدراك تتوقف على تلك الظروف أو تلك المواقف. مثلا الشخص الذي يعيش في المدينة مواقفه خلينا نقول تختلف تماما، أو درجة طبيعته تختلف تماما عن الشخص الذي يعيش في البادية. من العوامل التي تؤثر في الإدراك كذلك البيئة الاجتماعية اللي هي التنشئة الاجتماعية، زي ما قلنا كيف السمات تتغير في العادات والتقاليد، نفس الشيء البيئة الاجتماعية هي مجموعة من العادات والتقاليد والقيم واللي هي تلعب دور أساسي في تحديد عملية إدراك الفرد. من معوقات الإدراك، إذا عرفنا أهمية الإدراك وعرفنا خصائص الإدراك، مراحل العملية الإدراكية والعوامل التي تؤثر في الإدراك، طيب إيش هي معوقات الإدراك؟ ما هي الأشياء التي تعيق عملية الإدراك عند الفرد؟ المظاهر المادية، الانطباع الأول، تأثير الهالة، التسرع بالحكم، الاندفاع الإدراكي، والإسقاط. المظاهر المادية تؤدي إلى جذب بعض الأفراد وزيادة درجة الإقناع لديهم، لأنه هنا تركيزه على الجانب المادي فيؤثر. نعم يؤثر. الانطباع الأول قد يكون سلبي أو إيجابي، بعض الحالات بعض الأشخاص تلاقي أخذ انطباع أولي وخلص هذا الانطباع لا يغير، قد يأخذ إيجابي وقد يأخذ سلبي، وهذا طبعا من معوقات الإدراك. تأثير الهلع هي بناء انطباعات عن شخص ما
على صفة واحدة، ناخذ صفة واحدة ونبني عليها ايش؟ انطباعنا. نبني انطباعنا عن شخص مثلا تصرف مثلا بتصرف معين ونقول خلاص هذا هو كذا. قد يكون هذا نتيجة انفعال، قد يكون بناء على شيء معين، هذا نسميه تأثير الهالة احنا، او يطلق عليه بالهالة. التسرع بالحكم وهي القفز مباشرة الى النتائج بطريقة غير منطقية او غير منظمة. الاندفاع الادراكي وهو ما يقوم به الفرد باختيار معلومات التي تدعم آراءه، يتجاهل اللي هي ما تدعم آراءه، لا تتناسب مع آراءه. الإسقاط وهو أن يعزز الفرد جانب سلبي من السلوك إلى أشخاص آخرين. هذه كلها تعتبر معوقات الإدراك. أثر الإدراك على السلوك، نعم يؤثر الإدراك على السلوك وله تأثير كبير، من خلال التأثير على القيادة الإدارية، ممكن لدى الفرد العامل داخل المنظمة، ممكن يؤثر على عملية اختيار العاملين، على تقييمهم، على دافعيتهم للعاملين، كذلك يؤثر على عملية الاتصالات الإدارية في المنظمة. هذه كلها من آثار الإدراك على السلوك التنظيمي. طيب العنصر الثاني غير الإدراك، العنصر الثاني من عناصر السلوك الفردي داخل المنظمة اللي هو التعلم. راح أتحدث عن مفهوم التعلم، شروط عملية التعلم، عناصر التعلم، أهداف عملية التعلم، العوامل المؤثرة في التعلم، مراحل عملية التعلم، وأثر التعلم على السلوك التنظيمي. أول شيء مفهوم التعلم، في كثير من التعريفات التي تحدثت أو وردت عن التعلم، منها أن كل العمليات التي تستمر أو العمليات الهادفة أو المستمرة الهادفة وغير الهادفة لإكساب الأفراد المعرفة والمعلومات. ممكن نقول عن التعلم عبارة عن خبرة مباشرة وغير مباشرة تؤدي إلى تغيير نسبي دائم في السلوك أو سلوك محتمل. ممكن نقول عن عملية التعلم أو مفهوم التعلم عبارة عن حصول عن أو عملية الحصول على مهارات ومعارف ومقدرات واتجاهات جديدة. إذن نلخص، عملية التعلم ممكن نقول عنها هي اكتساب للمعارف والمهارة، ممكن نقول كذلك تغيير سلوك الفرد هو ناتج عن عملية التعلم، ممكن نقول عن عملية التعلم هناك أي تغيير نسبي في السلوك، ممكن نستدل على أنه حدوث عملية التعلم من خلال تغيير في السلوك، التعلم ناتج عن تجارب وخبرات سابقة. من شروط عملية التعلم يجب أن يتضمن عنصر التغيير وليس بالضرورة تحسين السلوك، مجرد تغيير نقول تعلم. إذن لابد أن يكون التغيير في السلوك دائما أو دائم بشكل نسبي، لابد من توفر شكل معين من الخبرة والتجربة. إذن لابد أن يكون التغيير في السلوك دائما نسبيا، لابد من توفر شكل معين من الخبرة أو التجربة حتى يمكن للتعلم أن يتحقق. لابد من التركيز على عنصر التدعيم الذي يصاحب طبعا التجربة أو الخبرة. إذن أعيد كمان مرة، من شروط عملية التعلم والتي تتمثل في الآتي، لابد أن يكون زي ما قلنا هنالك عنصر التغيير، مجرد تغيير نقول ما في تعلم، مو نجي نقول والله لابد أن يكون في تعلم، لابد أن يكون في تحسن في السلوك، لا ليس بالضرورة. لابد أن يكون التغيير في السلوك دائما نسبيا ولو بشيء نسبي، هذا نعتبره شرط من شروط التعلم. كذلك
أن يتوفر هناك شكل معين من الخبرة أو التجربة، يعني حنقول في شيء سابق من الخبرة أو التجربة. لابد من التركيز على عنصر الذي يدعم وهذا العنصر يجب أن يصاحب التجربة ويصاحب الخبرة حتى تتم عملية التعلم. إذا لابد من توفر عنصر التدعيم حتى تتم عملية التعلم. هذه كلها من شروط عملية إيش؟ التعلم. طيب إيش هي عناصر التعلم؟ عناصر التعلم، أول عنصر الدوافع أو الدافع، الدوافع، المنبهات، الاستجابة والتعزيز. الدوافع هو العنصر رقم واحد وعنصر أساسي من عناصر التعلم اللي احنا نعتبرها زي محرك أساسي في سلوك الفرد، وهذه المحرك أو هذا الشيء يكون داخلي، لابد أن يكون عند الفرد أو عند الشخص أو عند الإنسان، يكون عنده دافع في التعلم. رقم اثنين من عناصر التعلم اللي هي المنبهات، وهي التي تحرك أو هي نعتبرها المحرك الأساسي للدافع، وهي تكون طبعا شيء خارجي. فهذا الشيء الخارجي أو المنبه الخارجي الذي هو يحرك الدافع الداخلي. بعدها تتحقق رقم ثلاثة الاستجابة، وهي اللي نسميها زي ردة الفعل. وهي تعتبر استجابة لأي دافع للتعلم. من العنصر الرابع من عناصر التعلم اللي هو التعزيز، وهو الذي يساعد أو يدعم عملية الاستجابة، والذي خلينا نقول يزيد من فاعلية الاستجابة. طيب أهداف عملية التعلم، تعديل السلوك، أكيد هذا هدف تعديل السلوك، أو خلينا نقول تغيير في السلوك واكتساب مهارة أو اكتساب خبرة أو مهارة وخبرة جديدة، هذه من الأهداف لعملية التعلم. تنظم عملية المعارف والخبرات، هذه كلها تعتبر هدف من أهداف عملية التعلم. العوامل التي تؤثر في التعلم، مدى استعداد الشخص اللي نسميه الاستعداد الفكري ودافعيته اللي هي الدافعية البيئية للتعلم، تعزيز التعلم بالثواب والعقاب اللي هي من خلال الحوافز أو من خلال خلينا نسميها العقوبات التي تفرض على الفرد العامل. هل تعزز من الدافع؟ نعم أكيد تعزز من الدافع. هل تؤثر على التعلم؟ نعم تؤثر على التعلم. مراحل عملية التعلم اللي هي التغيير في المعلومات، تغير في معلومات الشخص أو تبدل أو خلينا نقول، ولو تغيير مش شرط يكون التغيير يعني جذري، ممكن إضافة. تغيير في المهارات، مهارات الشخص، أو ممكن نقول إضافة في مهاراته، تغيير في اتجاهاته، نغير في اتجاهات الفرد، تغيير في سلوكه كفرد أو تغيير في سلوكه كسلوك جماعي. هذه كلها تعتبر من مراحل عملية اللي هي التعلم. هذا كل شيء بالنسبة لمحاضرتنا اليوم. إذا نحن اليوم في محاضرتنا
ذكرنا ايش المواضيع المطلوبة مننا في مقرر السلوك التنظيمي، وقلنا المقرر مقسم على 4 وحدات. في هذا الوحدات طبعا راح نغطيها كلها خلال 8 جلسات. الوحدة الأولى اللي قلنا عنها مدخل السلوك التنظيمي، الوحدة الثانية عناصر السلوك الفردي داخل المنظمة، عناصر السلوك الجماعي داخل المنظمة، ونواتج السلوك. هذه 4 وحدات إن شاء الله راح نتناولها. اليوم تحدثنا عن مدخل السلوك التنظيمي، وتحدثنا عن جزئين أو عنصرين من عناصر السلوك الفردي داخل المنظمة. حد عنده أي سؤال، أي استفسار، أي ملاحظة؟ السلام عليكم ورحمة الله.